مع اقتراب موعد تعديل أسعار بيع المحروقات لشهر حزيران المقبل وفقاً للأسعار العالمية، توقع الخبير النفطي فهد الفايز أن ترفع الحكومة الأسعار بنسب تتراوح بين 2.5 إلى 4%، وأعلى نسبة ستكون للبنزين لارتفاع الطلب عليه، في وقت أظهرت النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية ارتفاعاً في معدل أسعار النفط ومشتقاته في 3 أسابيع بنسب كبيرة مقارنة مع شهر نيسان السابق.